شارع تونسي حشرت ذبابة الزيتون ومدى خطورتها على أشجار الزيتين. مش يدخل معنا الخبير في السياسات الفلاحية سي فوزي زياني. سي فوزي صباح الخير. صباح النور. صباح الخير، تحية ليك ولكل المستمعين. مرحبا بك بحذانا وشكرا على قبول الدعوة ذي. ذاك علاش نحب نبدأ ديركت بأول سؤال باش العباد حتى اللي يسمعوا فينا ينجموا يفهموا وانا بيدي نجم نفهم معاهم زادة. شنو هي ذبابة الزيتون أول حاجة، معناتها الحشرة هذه شنو هي؟ حشرة معروفة راهي مدة عشرات السنوات موجودة في تونس وفي حوض البحر الأبيض المتوسط البلدان المنتجة للزيتون. ما هيش حاجة جديدة، السنة ممكن خذات أمبلور أكبر شوية خاطر ممكن انتشرت أكثر. العدد المتضررين منها من الفلاحين على الساحل التونسي، لأنه تبدأ بالساحل هي، لأنه فما الرطوبة مرتفعة وهي تحب الرطوبة. دونك هذاك علاش معناه كثر الحديث عليها. تجم تكون كأي كل حشرة تجم تكون يعني مضرة معناها بشكل كبير إذا كان ما تصدولهاش وما نقوموش بعملية مداوات معناها سريعة جدا لإيقاف النزيف. يبدو أن وزارة الفلاحة بدأت على مستوى سواحل تونس يعني الداوي، لكن سمعنا أخيرا أنه بدأت تدخل أكثر المناطق الداخلية، وصلت ممكن حتى للقروان، وهذا معناها يزيد يطلب منه أكثر معناها حزم كما نقولوا، ومعناها باش نجمو ان نحبسوا هالنزيف هذا، لانه راهو وقت اللي واحد يخسر الغله نتاعو يعني الزيتون لان هي تصيب الحشره، تصيب الثمره وما تصيبش الشجره، يعني تدخل تولي معناها تبيض في كعبه الزيتون وتبدا تقوم بعمليات العدوى المتواصله. والحاجه الهامه اللي اخيرا لاحظوها في كل شيء انه هذه سرعه الانتشار وقوه الانتشار نتاع الحشرات فاقت التوقعات. لذلك علاش يلزم اكثر فيجيلانس ويلزم اكثر مصالح وزاره معناها الفلاحه والكل يكونوا معناها متصدين ويكونوا عندهم استباق يعني للمظاهر هذه، خاصه كيف نعرفوا انه في عندنا الساحل نتاعنا فيه برشا رطوبه، يلزمنا نستعدوا ونقوموا بعمليه الوقايه. هذا يبدو انه ما صارش، هذاك علاش صارت هالبلبله هذه، وهذا ياثر بعد على الجوده نتاع الثمار. اذا كان احنا ما نتصداوش لهذايا الثمار، اذا كان وصلت اللي مش يوصل فيها مش توصل يعني الكعبه مشوهه شويه، وبطبيعه الحال الجوده نتاعها مش تكون يعوض، مش يكون عندنا زيت اكسترا فيرج، مش يولي فيرج. وفما حاجه اخرى هامه ما نتنساوهاش، واحنا عندنا معناها بلدان في الخارج يعني معناها كونكيرونت لنا، ما يساعدناش سمعه بلادنا تتمسك، يقولوا عندهم مرض، عندهم حشره، عندهم كذا. هذاك علاش راهو هام جدا انه معناها نتصداو في اسرع وقت. وكانت طريقه المداوات الفعاله والناجعه هي الطائرات اللي ما بقاش نشوفوها برشا، لان الطائره تجم تغطي يعني مساحه كبيره، مساحه كبيره وبسرعه، ومعناها تدخل في الشجره، معناها يهبط الدواء هذاك يجم يعني فريمون معناها بصفه اجماليه يحبس النزيف هذا. ممكن عملوا في بعض الاماكن لكن ديما نحسوا ناقص، يعني لانه مريناش طيارات، مريناش بلاغات تعطينا بالضبط يعني قداش من طائره خرجت. هيك علاش نرجع ونقول راهي المعلومه هامه جدا، حتى اللي ما على بالوش يولي يكون على باله ويعرف. والتوعيه، التوعية والإرشاد هام جدا، خلي الفلاحين يتشاركوا معاك في عملية حتى التصدي والتوقي والمداوات، لأنه مش كان الدولة تداوي، حتى احنا كفلاحين عندنا ضيعات، يلزمنا زادة نشعر بالمسؤولية هذه ونوعا ما معناها نساهموا في المجهود الوطني، لأنه هذاك أول حاجة قوت عيشنا نعيشوا منه، وثاني حاجة زادة باش ما تقعدش الأمور تنتشر، لأنه أنا كي ضيعتي مصابة راني مش نعدي جيراني. هذه ناقص شويه في تونس، هل سمحني في الكلمه الشعبيه، هالخلطه هذه تاع التعاون ما بين معناها الاطراف الكل، نحسوا ناقص معناها. فما ناس مساكن ما يعرفوش، يمشي يلقى الضيعه نتاعو مصابه ما يعرفش شنو معناها الحشره. هيك علاش يلزم برشا معناها توعيه على مستوى ومضات اشاريه، على مستوى معناها سلاسل اذاعات، على مستوى الارشاد يخرج يمشي للناس يوعيهم، يقول لهم يعطيهم بعض المطبوعات. يعني ثم مجهود يلزم يصير، لانه العالم مع التغيرات المناخيه قاعد يشهد في انتشار اكثر للحشرات، ومعناها السرعه نتاعها قاعده تباغت فينا وتفاجئنا. لذلك علاش يلزمنا نكونوا عندنا معناها نظره استباقيه على مستوى الارشاد، ثم البحث العلمي زاد كيف كيف اللي يلزم يواكب هالتغيرات هذه باش نجموا نلقاو معناها الادوات اللازمه للتصدي ليلو، ولما لا نمشيو في نوع من الانتقال البيولوجي باش نحاولوا تكون مداواتنا بيولوجيه، توقينا بيولوجي، لانه العالم ما ننساوش في المستقبل مش يولي نوعا ما التوريد المنتوجات الفلاحيه مش تخضع لبرشا شروط اكثر حزم،
وبالتالي نوليو ما قاش نجمو نصدروا واحنا عندنا برشا ادويه كيميائيه استعملناها والى غير ذلك. هذا لازمنا نفيقوا به، هذا مش بدا معمول به الان لكن مش يزيد سانتونسيفي في المستقبل. ماذا بينا راهو ما عندنا برشا ناس معنا تعيش من الشيء هذا، واقتصاد بلادنا يعيش من تصدير يعني الاف المليارات ما بين الزيت والدقله والتفاح والبرتقال الى غير ذلك. يلزمنا نحافظوا على هذايا هذه الثروه الثروات الوطنيه اللي هي بالفعل قاعده تحاول معناها تخلق توازن على مستوى الميزان التجاري، وبالتالي معناها هذا هو الشيء لازم يصير معناها في المستقبل وقفه حازمه. مع الاسف شفنا احيانا زاد بيانات داروا في البلاد خرجتها ظهر لي المندوبيه المهديه نتاع الفلاحه، وهو معناها بلاغ خاطئ معناها داولوه برشا ناس انهم يدعيوا لعدم الري في الفتره هذه من 15 جويليه ل 15 اوت. نعتبر هذايا معناها مجانب للصواب، وبالعكس انه ثمره الزيتون الان هي قاعده تكون في الزيت داخل الثمره. كيفاش نجيو الناس نقولوا لهم تفاداو الري، وما ريناش تحرك من وزاره الفلاحه باش يسحبوا هالبيان هذايا، والعلاقه اللي ربطوها ما بين الرطوبه وبين يعني سي فوزي سي فوزي باش نقص عليك على خاطر الحقيقه ما قعدناش برشا وقت وسختو تا وقت الاخبار. اما من رايي الحقيقه معناتها نجم نعديو الاخبار ونجم حتى نرجع لك بالتليفون، نجم نزيدو بالحق نفسروا اكثر الموضوع، خاطر هنا كما قلت انت موضوع يهم التوانسه الكل، يهم الفلاحين، يهم بلادنا. انا من رايي نعديو الاخبار ونرجع لك بالتليفون وذاك علاش نحن ديجا مازلنا مواصلين في البروجرام تاع نص ساعه الثانيه. اما قبلها نخليكم مع موز الاخبار مع هاجر الماجري. الرادار. رجعنا معكم في شارع تونسي باش نكملوا في نفس الموضوع والاهميه نتاعو، هذاك علاش باش نحكيو على حشره ذبابه الزيتون ومدى خطورتها على اشجار الزيتين. باش نكملوا مع الخبير في السياسات الفلاحيه سي فوزي الزياني. سي فوزي صباح الخير مره اخرى، مرحبا بك معنا. مرحبا. سي فوزي باش نرجع لك بسؤال هوني، اسكو ما نعرفش كان عندك ارقام ولا حتى احصائيات ولا حاجه، اسكو نجموا نعرفوا انهم اكثر مناطق اللي تضروا معناتها من الحشره هذه؟ كل الساحل بدات في المهديه الساحل كل حتى تصريح وزاره الفلاحه، لان اكثر منطقه فيها رطوبه السنه تقريبا. لكن من جربه جرجيس قابس المهديه المستير سوسه وتجم توصل شويه حتى لبعض من نابل، ولكن يبدو انها دخلت حتى المناطق الداخليه لانه هي عدوتها الحراره. احنا تو كان يجي شيلي كبير وتوصل درجات الحراره 40 تقضي على الذبابه، لكن احنا تو وصلنا لك الدرجه الكبيره ومع الرطوبة في الساحل يعني يلزم التوقي. جاونا أيامات جاونا أيامات متاع 43 42 معناتها، أما باقي شوية لازم أكثر كما نقولوا المدة تكون أطول. بالطبيعة ولا هي وقتش السيكل نتاعها وتو قاعدة تظهر وتتكاثر، معناها هيك علاش راهو الأمور العلمية دائما هي الفيصل بين الناس كل. يلزم تكون فما متابعة لصيقة لما يحدث التطورات اللي تخرج المهندسين، يخرج المرشدين، يخرجوا الناس من سامحني في الكلمه من بيرواتهم ويتبعوا، لانه هذه ثروه وطنيه. انت عندك رقم صدرنا حتى معناها لمده نصف شهر التالي 4000 فوق 4300 مليون دينار، معناها مليون دينار تصدير زيت، رقم قياسي مش نوصل 5000 مليار. هذا كله عنده معناها امباكت على الميزان التجاري، على المبادلات، على سمعه تونس تعرف اكثر. صحيح انه الاسعار ارتفعت تاع زيت الزيتون، لكن هذه حاجه معناها هامه جدا في اقتصادنا. لذلك علاش قد ما نتوقعوا اول ثروه وطنيه تقريبا على مستوى التصدير كمنتوج فلاحي، اول ثروه هي هذيك الظاهي حتى عائدات المهاجرين التوانسه في الخارج. وبالتالي معناها حزمه كبيره. كعلاش انا ساعه عرشت على البيان اللي خرج من مندوبيه الفلاحه بالمهديه اللي هو مجانب للصواب باش ما نقولوش كلام اخر. يعني انت تجي معناها شكون اللي كتبوا شكون اللي نشروا، والمراقبه نتاع وزاره الفلاحه خاطئ علميا، انك تجي للناس وقت اللي الثمره نتاع الزيتون هي قاعده تكون في الزيت في الوقت هذا وتقول لهم اصلا ما تسقيوش. والله لو كانت تقول الترشيد معقول الترشيد، لانه الافراط في السقي ولا التقليل هو حد ذاته اشياء غير محببه. يعني وقت فما حزمه فنيه نتبعوها، اما نوصل نقولوا ما تسقيوش في الفتره هذه، هي اللي مش يسمع كلامهم وما يسقيش والزيتون نتاعو يطيح، شكون مش يعوض له؟ صحيح. يعني نحس كانه فما فراغ صار في وقت معين، فما معناها فما فراغ معناها خلى لكل واحد يجي يكتب اللي يحب
كما اللي صار للدلاع والغير ذلك، الناس تخرج وتعمل في الفيديوهات، فين المراقبة فين العقاب؟ فما قوانين تحمي الناس المواطن مهما كان فلاح ولا صحفي ولا باحث، يلزم نحميه في تونس ما نخرجوش. الحماية معنا هذه هي حماية النباتات، احنا في الموضوع نتاعنا نتاع ذباب الزيتون يلزمها أكثر تحركات أكثر فاعلية أكثر نجاعة. لأننا نعود ونقول احنا نجمو نهار آخر نخلطوا 7 و8 و9 آلاف مليار من إيرادات زيت الزيتون. سي فوزي علاش نضيعوا؟ أي كمل قولي قولي. علاش نضيعوا هالفرص هذه على بلادنا؟ باهي سي فوزي، فما سؤال نحب نختم به الحوار معك انت. كما قلت معناتها اللي الزيتون معناتها حاجه اساسيه في بلادنا، ومعناتها الكونتريبيو ليكونومي نتاعنا نحنا كبلاد معناتها. كان ناخذوا لي لابوراتوار عندنا مثلا كما قلت انت، لا سيونس هي توا تنجم تكون بارمي هي الحل اللي باش تحل لنا المشكله هذيا. عندنا لي لابوراتوار دونك نجموا ناخذوا الحشره هذيك ونعرفوا كيفاش نسيطروا عليها، كيفاش نقتلوها باش ما عادش تضر لنا معناتها أجار الزيتون متاعنا نحنا. الطيارات اللي يخرجوا معناتها ويسيبوا الدويات على الأجار معناتها باش كما قولوا كما قلت أنت لهنا مساحة كبيرة تنجم معناتها يفون كوفغير معناتها مساحة كبيرة وتنجم تكون إفيكاس. هذي كي هذي الكل عنا يا سي فوزي، علاش ماناش قاعدين نطبقوا فيش؟ فما وين المشكلة؟ وين واقفين نحنا معناتها؟ فما حلقة ناقصة وهي الرياكتيفيتي، يعني أنت عندك لجان جهوية لكل الحشرات موجودة فهمت في وزارة الفلاحة ويجتمعوا، ولكن هل هما عملوا التحري في الوقت المناسب؟ هل انه بعد التحري وما اثبات انه فما عندنا الحشرة هذه بدأت تظهر الرياكسيون تاع المداوات كلها تايمينغ راهو احيانا ثلاثة اربع ايام فهمت ويكند برولونجي يخلي الشيء ينتشر بسرعة. راهو هذه التغيرات المناخية قيمتها على الانتشار وعلى التحويرات اللي تصير للحشرة، وإحنا عندنا ما شاء الله من الكفاءات من معهد الزيتونة من الرات الكل عندنا معها معناها مؤسسات بحثية عالية جدا وكفاءات، يلزم نوفروا لها أكثر الإمكانيات ويلزم معناها يكونوا رياكتيف على ما يحدث. يبدو أنه فما كما صار في الحشرة القرمزية نفس الشيء، فما تباطؤ فما تلكؤ فما عدم اتخاذ قرار ما نعرفش هذايا موجود، هذاك اللي خلانا نوصلوا للنتائج هذه. النتيجه هذه ولا الوزاره داوات 1,200,000 شجره ممكن مش تزيد داوي 200,000، سمعت حتى المكلفه بالحمايه النباتات، لكن يبدو انها دخلت شويه للوسط، قول لنا كملنا في بعض اماكن، يبدو انه موجود، انا جاتني تصور جاني عباد كلموني يقولوا موجود، اي هذاك راهو يجم ينتشر، احنا ان شاء الله ورينا نتمناو يجينا شيلي. بس معناها نقولوا يقضي على الواحد ان شاء الله في الايام القادمه تجيش حراره كبيره على الاقل تنقص، لانه كيما قلت لك راهي حتى سمعه بلادنا ما نستهينوش في الشيء هذا، فما ناس متربصين بينا في الخارج وفي الداخل، معناها سي فوزي ما نعطيهمش الفرصه لازم نحميو بلادنا. معناها سي فوزي المشكله هوني مش في لي كومبيتونس نتاعنا نحن، خاطر كيما قلت انت عندنا كل شيء، مي الحاجه الوحيده اللي نقصتنا هي التايمينغ، هي الرياكتيفيتي، هي السرعه معناتها. فوالا فوالا هي الفعل، لانه معناتها الصعيب عملناه نحن قاعد السهل كما يقولوا معناتها. فعل فعل الميدان تهبط الميدان. صحيح يكون صحيح. عندك خلايا موجود في كل بلاصه ترصد، يخرجوا من البيروات يا ودي يعملوا بيروات ما يسمى متنقل، العالم تو يتطور ويخدم عن بعد. متنقل انت مهندس مرشد متنقل تشد البلاصه الفلانيه فيها برشا زيتون، والبلاصه اللي احنا نعرفوا هي ممكن تصير لها يعني هذه في الولايات يعني ليميديتي، ونكونوا يقظين دوب ما تبدا فما مسائط هرمونيه تتعاون بها، فما برشا حاجات تدلك انه فما بدايه، جات البدايه من هنا نهبطوا بطياراتنا ونقضيوا على الافه ما نخليوهاش، راهم 4-5 ايام قادرين مع رطوبه عاليه تنتشر بسرعه وتهرب علينا، هذا هو معناه تايمينغ، يلزم ناس عندنا معناها سامحني في الكلمه صناديد يعني يعرفوا وقت ايش يتصرفوا وتكون عندهم في الاوقات المناسبه سورتو باش يتصرفوا وياخذوا القرارات. فوالا سي فوزي مشكور على تدخلك معنا ومشكور على التفاصيل والتوضيحات هذا من الكل. كما قلت انت بالحق جيسبيغ اللي ما يسالش بوغ اتر اوبتيميست، هنا نتعلموا هنا كل يوم نتعلموا حاجه جديده. الصعيب عملناه ناقص كان التايمينغ والرياكتيفيتي، هذا هو اللي ناقص وبقدره ربي لاباس. نحن مازلنا مواصلين في شارع تونسي باش يجيب حذانا اسامه الحكيري باش نشوف ديريكتومون الميكرو تروتوار.